هذا هني تركيب شاور خارجي حق الكرفان. الكرفان هذا ما في شاور خارجي، فالحين بالركبة الشاور الخارجي هذا ينباع بمحلات الطراريد تقريبا سعره من 12 دينار إلى 15 دينار، يعتمد من محل إلى محل. الهوز هذا راح، فأول شيء راح نسويه راح نقض قض هني، تأكدنا أنه ما في شيء وراه، تأكدنا أنه هني لو نمد الهوز راح يوصل حق مضخة الماء. نحتاج نفس المقاس هذا على أساس نحتاج نفس مقاس هذه على أساس نقدر نركب. نشوف هني بعد ما قضينا هذا الألمنيوم، طبعا حار هذا الألمنيوم تقريبا ملي ونص، وهذا الغش الحراري لازم نوخره أساس لا يشب علينا نار الحين لأنه يحس سريع الاحتراق. هذا شلنا الألمنيوم، وخرنا الغش عازل الحراري، وصلنا للديكور الداخلي هم ملي ونص، والحين بنركب هالقطعة هذه مع السيليكون والبراغي كذي. طبعا الحين نحط سلكون الكرفانات ونحط اربع براغي، حدنا تكونون 4 سنتيمتر، بس احنا راح نحط شيء صغير سنتي واحد ستيل براغي ستيل. والحين ركبنا شاور خارجي، ما عليك الا انك تسحبه، وطوله تقريبا مترين، تقدر تستمتع وتغسل بعد طلعتك وسبحتك. الفرق بينه وبين مال الكرفانات البوكس الكبير ان هذا بس بارد، وهذاك في بارد وحار، وهم عندك يكون ان هذاك في مفتاح تقدر تكفله اساس ما حد يفتحه، وهم عندك ان هذا اسهل بالتركيب صغير. فهني عندنا المضخة، هذه القطعة اللي دخلناها من داخل راح نوصلها الحين مع مخرج مضخة، راح نحط لنا تي هني او نشوف طريقة ثانية يمكن، خلينا نشوف شنو راح يطلع ويانا. نشوف هني حطينا هني مثل التي، تطلع من المضخة تروح حق الكرفان، ومن هالقطعة هذه تروح حق قطعة بلاستيك تحويلة للهوز الصغير هذه مال المضخة مال الشاور بوكس، ووديه للشاور. وايرات ولوية يم الهوز نوخرهم على اساس الهوز لا يتعلق فيهم ويخربهم، ونثبت الهوز هني على اساس اذا صار سحب من برا الهوز ما يقعد يسحب بالمضخة ويفتش لنا الهوزات ويعكس لنا الدنيا. الحين راح نسوي لها التست، بعد ما نشغلها نتأكد إن ما في خرير، نشغلها نخليها شقالة بعد ما يعدي الهواء، ونتأكد إن ما قاعد تشتغل وتنقط علينا. ومرة واحدة أوريكم شيء ثاني الحين بالبيلر. هذا هو الحين الهوز تقريبا متر ونص، وهذا الماي يا سلام. أوكي خلص لك الماي بسرعة هذا زين، وحطيت تيب هني آخر شيء على أساس تعرف إن هذا نهايته وما تسحب.